فدينا اهلا بحضراتكم. دور كبير شفناه الفتره الاخيره وقبلها الحقيقه لجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في كل ربوع مصر الحقيقه. منظمات المجتمع المدني كلها تتحد تحت مظله واحده من اجل البناء، التنميه، العمل مع الدوله المصريه كتف في كتف زي ما بيقولوا علشان نشوف كلنا بلدنا زي ما بنتمنى ان شاء الله. سينا كان ليها نصيب كبير من جهود التحالف الوطني السنين اللي فاتت، ارض الفيروز وناسها اللي دايما جنب بلدهم وعشان كده دايما بلدهم بتكون جنبهم. عن دور التحالف الوطني في سيناء هنعرفه اكتر من ضيفنا الكريم اللي نورنا هاتفيا، استاذ مصطفى زمزم، عضو مجلس امناء التحالف الوطني. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. فندم، في البدايه يعني دوركم كبير وواضح للجميع في كل مكان، لكن محتاجين نعرف اكتر عن دور التحالف في سيناء بالتحديد واللي التحالف بيقدمه لاهالي سيناء. في الحقيقه يمكن دور التحالف الوطني بكل اعضائه قدام على مدار الأعوام الماضية في مش فقط شمال سيناء ولكن وسط وجنوب سيناء أيضا. هناك العديد من المشروعات التنموية التي تقام، هناك محطات المياه اللي بيتم العمل على رفع كفائتها وإنشاء محطات تنقية جديدة لبعض المناطق البدوية في مناطق الثور وسانت كاترين ومناطق العريش والشيخ سويد. يمكن بناخد كل المناطق الدينوية مش فقط في منطقة واحدة، لا احنا بنتحرك على جميع المناطق. قوافل طبية مستمرة بشكل اسبوعي لكافة المناطق، بنتحرك يعني بشكل يمكن مباشر من خلال مؤسسة الله الكبير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أقمنا أكثر من 60 قافلة طبية على مدار العام الماضي داخل مناطق تبعية ومناطق الثور وسانت كاترين وحتى منطقة العريش والشيخ سويد. أقمنا قوافل استمرت لأيام، عدة أيام، بالتعاون مع مجلس الوزراء واللجنة الطبية العليا اللي برؤوسها دولة رئيس مجلس الوزراء. هناك أيضا عمليات جراحية وقرارات نفق الدولة، أطراف صناعية وكراسي متحركة لأهالينا داخل سيناء سواء جنوب سيناء أو شمال سيناء. لدينا من بعض أعضاء التحالف مطابخ مستمرة لتجهيز الوجبات لأبناء شمال وجنوب سيناء وأيضا لضيوفنا من أبناء أهالي غزة المقيمين أو العالقين داخل العريش، أو حتى إمداد المرضى اللي تم وصولهم في مستشفى العريش العام أو مستشفى الشيخ زويد. الاستمرار للدعم مستمر طبعا. هناك عشرات الشاحنات الآن يتم تجهيزها داخل العريش. يمكن انتوا كنتوا من اوائل الناس اللي كانت منتظره على المعبر في انتظار قرار العبور. انا حابب اتكلم برضو واعرف الناس يا مصطفى بيه عن التحالف. التحالف كفكره هو ما بيتحركش كده يعني عشوائي، لا ده هو بيكون عنده قاعده بيانات كبيره بيتم تحديثها باستمرار عشان تقدر توصل او توصل للمحتاجين اللي توصلهم اللي بيتم تقديمه من قبل التحالف باسرع طريقه وحسب كل واحد محتاج ايه بيوصله اللي هو محتاجه كده. مظبوط الكلام؟ كلام مظبوط. التحالف فكره نبعت من اعضائها وهم 34 من 34 عضو من كبرى المؤسسات الاهليه تعمل على نطاق مستوى الجمهوريه بالكامل. كان في رغبه ما بيننا ان احنا نطبق الجهود ما بيننا من بعض، يكون هناك قواعد بيانات مدققه. لدينا 35 مليون مواطن في قواعد البيانات، نسقنا هذه القواعد مع كافه الاجهزه الدوله من الوزارات والهيئات الامنيه والرقابيه عشان يبقى مطمئنين ان مفيش حد بيستفيد بشكل مكرر متكرر وهناك اسر تحرم، ما يكونش في ازدواجيه في المعايير. هناك تنسيق من امانه فنيه وامانه سر للتحالف تحت عنايه ورعايه مباشره من السيد الرئيس، وذلك كمان بيعطي المجتمع المدني دفعه قويه واهتمام من راس القياده السياسيه لجهود المجتمع المدني. عندما عرضنا في مؤتمرنا الاول للتحالف الوطني كنا نعرض خدمات تنمويه واقتصاديه وتمكين اجتماعي وطبي وخدمات بيئيه وزراعيه بقيمه 12 مليار في عام واحد. الان ان شاء الله يتم مضاعفة هذا الرقم ما شاء الله للعمل عليه. نقوم على دعم وإغاثة للدول المجاورة للدولة المصرية زي أصدقائنا في ليبيا في ديرنا،
اثناء الازمه او العاصفه اللي حصلت، ايضا ازمه غزه والعدوان الغاشم البربري من العدوان الاسرائيلي، كنا من اول الناس خلال 48 ساعه بعد توجيه السيد الرئيس كنا موفرين 106 تريلا امام المعبر، والان ان شاء الله تنطلق غدا في القافله الثانيه وهي اكبر من القافله الاولى. فالتحالف الوطني له جهود عظيمه على الارض المصريه والارض المحيط الخارجي للدوله المصريه، ودي مساله يمكن مساله امن قومي ودور اغاثي مهم جدا من ادوار التحالف الوطني. بالتاكيد زي ما تابعنا يا استاذ مصطفى وشفنا، يمكن كان السيد رئيس مجلس الوزراء كان في سيناء من يومين مع شيوخ القبائل والاهالي وقال العديد من رسائل اليوم. انتوا كتحالف تحبوا تقولوا ايه وتوصلوا ايه لاهالي سيناء ختاما؟ الحقيقه احنا يمكن دايما بنرسي هذه المعاني ان الارض السينويه وارض شمال وجنوب سيناء ارض مصريه اصيله لن نفرط فيها، نحن نعمل على تنميتها بجوار الدوله وبجوار كافه اجهزه الدوله بالتعاون مع اللطيف مع القوات المسلحه المصريه، مستمرين في التنميه، مستمرين في توطين كافه الخدمات وكافه الأدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لأهالينا داخل كل المناطق والتجمعات البدوية. لدينا خطة استثمارية لعديد من المشروعات الاقتصادية لكل الأهالي في شمال وجنوب سيناء. الدولة مصرة على التنمية، رصدت مبالغ كبيرة لاستمرار التنمية اللي أطلقها السيد الرئيس. طبعا. بعد إن شاء الله يعني انتهاء الأزمة بقطاع غزة هنكون عندنا كمان خطط سيعلن عنها إن شاء الله في شمال وجنوب. وإحنا هنتابع مع حضرتك دايما باستمرار أستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يمكن ده كان يعني وصف شامل لدور تحالف الوطني لعمل الأهل التنموي، منظمات المجتمع المدني كلها كيف تعمل بالتحديد في سيناء اللي كان ليها نصيب كبير من جهود هذا التحالف الفترة الأخيرة. أنا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء.